أحب أن أشكر خادم الحرمين الشريفين حكومة المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه في عالميا لمحاربة هذه الجائحة. في مجال عمل الحالي أقوم بتغطية العيادات لتقييم المرضى وتحديد الخطة العلاجية لهم، وانشغلت جميع الكوادر الصحية في رعاية ومساعدة من يرعون مرضى كوفيد-19. لذا أثرنا أن نقف إلى جانب الفريق الطبي هنا في بريطانيا، وذلك لإيماننا بأننا لا نمثل أنفسنا فقط، نحن نمثل دين ووطن. بحكم تخصصي في طب الطوارئ، نحن هنا خط الدفاع الأول أنا وزملائي. واجبي الديني والمهني والأخلاقي يحتم علي الوقوف جنب إلى جنب. وأعتقد أنه اليوم أكثر من أي وقت مضى أنا أشعر بالامتنان لمهنتي علشان عندي الفرصة أن أكون في الصفوف الأولية لمواجهة وباء كوفيد-19. أقدم جزيل الشكر إلى الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية على حرصهم الشديد على جميع أبنائهم. أفخرين طبيب سعودي أمثل المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. أقدم بالشكر للملحقية الثقافية السعودية بكندا على جهودها المستمرة والمتواصلة. الشكر الجزيل أيضا على مبادرة قيادتنا الحكيمة القائمة على مساعدة المواطنين والمبتعثين على العودة إلى أرض الوطن. فنحن في الصفوف الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، وكلنا فخر واعتزاز. أود أن أشكر القائمين على سفارة المملكة العربية السعودية والملحقية الثقافية في كندا على حرصهم واهتمامهم والتواصل المستمر بأبنائهم. البقاء في المنازل كلنا مسؤول. مستمرين بعملنا لمساندة زملائنا الأطباء بمستشفى جامعة سنغافورة الوطني للتصدي لوباء كوفيد-19. آثرنا البقاء هنا والعمل في الفرق والمناوبات لخدمة المرضى لتقديم رسالة إيجابية عن الطبيب السعودي. وأساهم ولله الحمد مع كافة الزملاء المبتعثين في تقديم الرعاية الصحية في ظل جائحة كورونا. سينكشف السوء وستزول هذه الجائحة بإذن الله، وسنبقى هنا من الصابرين الشاكرين. ونيابة عن زملاء الطلبة في روسيا، لكم جزيل الشكر والتقدير، وأدام الله على بلادنا الأمن والأمان.